عائشتك الذهب. غضب أحد الصحابة من إجابة بريرة رفيقة عائشة لما ذكرت أن عيبها هو أنها قد تنام فتغفل عن عجين أهلها، فتأتي الشاة فتأكل ذلك العجين. انتهرها قائلا: أصدقي رسول الله، ترى ما الصدق إن لم يكن ما قالته صدقا؟ ظلوا يلمحون لها، فقال صلى الله عليه وسلم: لست عن هذا أسألك. ثم صرحوا لها، فتنبهت فوجدتهم قد أبعدوا وأبعدوا، فقالت: سبحان الله، والله ما أعلم من عائشة إلا كما يعلم الصائغ من التبر الأحمر، وماذا يعلم الصائغ من الذهب الأحمر النقي قبل خلطه بغيره سوى النقاء. كانت بريرة تتحدث عن الصفاء، عن الطهارة، عن عائشة، عن عائشة، عن عائشة. أما المنافقون فكانوا يتحدثون عن صديد ينز من نفوسهم، لكن ماذا عن البريء الآخر صفوان بن المعطل الذي تم قذفه أيضا؟ لقد علم بالأمر فأوجعه الافتراء عليه وعلى أمه عائشة، وضاقت الأرض به، وضاق بنظرات الناس، حتى حلف فقال: سبحان الله، والله ما كشفت كنف أنثى قط. بعد تلك الشهادات الصادقة تبين كذب المنافقين، فبدأ صلى الله عليه وسلم ممارسة دوره قائدا للدولة. جمع شعبه لا ليعتقل ابن سلول ورفاقه، فدولته محكومة بنظام قضائي عادل، لكن يبدو أن حكم القذف لم ينزل بعد، فلجأ صلى الله عليه وسلم إلى شعبه، وهي سنته عند عدم وجود وحي. امتلأ المسجد برجاله، فصعد منبره فحمد الله وأثنى عليه، ثم استشارهم والمرارة في صوته فقال: أشيروا علي معشر المسلمين في قوم أبنوا أهلي، أي رموهم بخلق قبيح. يا معشر المسلمين، من يعذرني من رجل قد بلغ أذاه في أهل بيتي؟ فوالله ما علمت على أهلي إلا خيرا، ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا، وما كان يدخل على أهلي إلا معي. وإذا بصوت كالسيف يهتف، إنه صوت سيد الأوس سعد بن معاذ، يهز جنبات المسجد غضبا لله ولعرض رسول الله، فترتعد له فرائص النفاق: أنا أعذرك منه يا رسول الله، إن كان من الأوس ضربنا عنقه،
وإن كان من إخواننا الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك. أخذت الحمية سعد بن عبادة أحد السابقين إلى الإسلام وسيد الخزرج فقال: كذبت، لعمر الله لا تقتله ولا تقدر على قتله، أما والله أن لو كانوا من الأوس ما أحببت أن تضرب أعناقهم. ثار اللغط في المسجد بين الأوس والخزرج، وأطلت الفتنة كرأس الشيطان، فكيف سيتصرف القائد صلى الله عليه وسلم؟ في ظلال السيرة.